أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، وأبدأها بالعناوين. ضرائب جديدة تفرضها ميليشيا الحوثي على التجار. هل تحولت المدارس في اليمن إلى مشروع لكسب المال؟ جلسة في البنتاغون الأمريكي تستعرض مشاهدات لأجسام مجهولة. جديد، أهلا بكم. في أحد أيام العام الدراسي الماضي دخل مدير مدرسة خاصة في صنعاء إلى الفصل لمتابعة الطلاب الذين لم يدفعوا الرسوم الدراسية. بحسب موقع المشاهد نت، كان الطالب أحمد السماوي واحدا من أولئك الذين لم يستطيعوا دفع الرسوم الدراسية كاملة. حينها قرر المدير إخراج السماوي من الفصل ولم يقبل عذرا أو يبدي تفهما. ما زال الطالب يتذكر مرارة تلك اللحظة التي شعر فيها بإحراج شديد أمام زملائه. بدأ العام الدراسي الجديد في كل المحافظات اليمنية التي تقع تحت سلطة حكومة صنعاء، وبدأ فصل جديد من المعاناة التي تتحملها آلاف الأسر عند دفع الرسوم الدراسية الباهظة في المدارس الخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد. فمنذ اندلاع الحرب في العام 2015 بلغ عدد الطلاب المتسربين من المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة نحو 1 مليون طالب بحسب تقارير أممية. وفقدت العديد من الأسر اليمنية اهتمامها بالتعليم بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة. أجبر الآلاف من المعلمين في المدارس الحكومية على الانصراف عن التعليم والبحث عن وظائف أخرى. تزايدت أعداد المدارس الخاصة خلال سنوات الحرب، لكن بعض التربويين يعتبرون أن انتشار المدارس الخاصة لا يعني تطور التعليم، لأن معظم المؤسسين يسعون إلى الربح ولا يضعون جودة المخرجات التعليمية هدفهم الأساسي. كتب أمين الزاوي مقالا تحت عنوان باريس والقراءة، هل شح الإبريز في باريس؟ نشره موقع اندبندت عربية، يقول الكاتب في جزء من المقال. لباريس في ذاكرتنا صورة نمطية شكلتها ثقافة الاندهاش التي أسس لها الجيل الأدبي العربي والمغاربي عشية الحرب العالمية الثانية، حتى أضحت باريس هي المقاهي الثقافية التي لا تخمد فيها نار النقاشات الفلسفية والأدبية والسياسية. كانت صورة الباريسي في المترو كما صورته في فضاء للصلاة أو التأمل، هدوء وصمت وعالم حالم وسلوك مدني راقي. اليوم أصبح المترو سوقاً شعبية ضاجة صاخبة، الركاب يسمعون الموسيقى من هواتفهم، يشاهدون فيديوهات تيك توك ويوتيوب ويضحكون وحدهم. عالم منفصل عن العالم، عالم الواحد منفصل عن عالم الآخر. في مثل هذا العالم المختل، حين نعثر على مواطن أو مواطنة بكتاب بين اليدين، نشعر وكأن الزمن الجميل حط خطأ في هذه المقصورة، وأن هذا القارئ أو القارئة خرج من عصر آخر من باب الخطأ أيضا. لقد قلبت التكنولوجيا المتوحشة مجتمع باريس القارئة رأسا على عقب. اختفت من الفضاء العام، أقصد باريس القارئة الكلاسيكية في الأقل. كان الطفل لا يسافر مع أمه إلا وكتابه معه، قبل أن تحضر هذه الأخيرة أدوات تجميلها تحضر سلة كتب القراءة. كل شيء كان يتحرك من أجل الدفاع عن مكانة لسحر الكلمة ومتعة القراءة. إذا كنا نلاحظ اليوم غياب باريس القارئة في المترو، ومع اختفاء كثير من ملامح الصورة التي قدمها طه ياسين وتوفيق الحكيم وسهيل إدريس، فإن باريس القراءة تحاول أن تعيد صياغة نفسها في الجهة الأخرى باحترام مكانة الكتاب وفضاءات القراءة الأدبية في ظل توحش الاستهلاك التكنولوجي العابر للقارات. تفتقر مدينة تعز إلى الأماكن المخصصة للعب الأطفال وممارسة هواياتهم القريبة من منازلهم مقابل الكثافة السكانية العالية فيها التي تتخطى 3.5 ملايين نسمة، وفق ما جاء في موقع بلقيس نت.
ضعف الأمر قيام شرطة السير مؤخراً بإعادة تنظيم خطوط السير بعد أن توقفت سنوات عقب اندلاع الحرب، وأصبحت بعض باصات النقل تمر عبر شوارع فرعية في الأحياء السكنية. تلك الشوارع، وبالرغم من أنها كانت لا تخلو من السيارات الخاصة أو باصات نقل الأجرة، إلا أن عديداً من الأسر تسمح لأبنائها باللعب فيها مع جيرانهم، برغم خطورة ذلك كونها متنفساً وحيداً بالقرب منهم. الحال استمر على ما هو عليه اليوم، ولكن زادت خطورة تعرض بعض الأطفال للحوادث المرورية مع تحويل مسار بعض الباصات إلى تلك الشوارع الفرعية، فيضطر الأهالي إلى تخفيض سرعة السائقين عن طريق عمل العديد من المطبات. حرم الأطفال خلال فترة الحرب من أغلب وسائل الترفيه، ومع مرور الوقت تزايدت بعض تلك الأماكن وتم فتح بعض الحدائق، إضافة إلى استثمار بعض الأسر في صناعة ألعاب بسيطة وتأجيرها في الأحياء كالجمباز وغيره. بعض المنظمات أيضا ساهمت بعمل بعض المساحات الصديقة للأطفال، إلا أن ذلك لم يكن كافيا، فيضطر كثير منهم إلى إغلاق بعض الشوارع الفرعية لإقامة مباريات كرة القدم أو الطائرة أو تخطيطها بالطلاء واللعب، برغم مرور السيارات فيها من حين إلى آخر. خلال السنوات الأخيرة في تعز قتل عشرات الأطفال أثناء لعبهم في الشوارع بسبب القصف العشوائي ونتيجة عبثهم بمخلفات الحرب أو بسبب القنص. فرضت ميليشيا الحوثي جبايات مالية جديدة تحت مسمى الضرائب على التجار في الجمارك التي استحدثتها بمداخل المحافظات الخاضعة لسيطرتها. موقع المصدر أونلاين نقل عن مصادر مطلعة قولها إن ميليشيا الحوثي فرضت جبايات مالية جديدة على التجار في منافذها بمناطق نهم وعفار وغيرها من المنافذ المستحدثة، منعت دخول الشاحنات التجارية إلا بعد دفع تلك الجبايات بالزيادة التي أقرتها مؤخرا. أبلغت ميليشيا الحوثي التجار الذين يملكون بيانا جمركيا صادرا عنها بدفع 14% ضرائب جديدة، فيما التجار الذين ليس لديهم بيان جمركي أبلغتهم بدفع الضعف أي 28% كضرائب جديدة. وبحسب المصادر فإن التجار الذين رفضوا تلك الجبايات حددوا يوم السبت المقبل للتجمع أمام مصلحة الضرائب في صنعاء رفضا لتلك الجبايات، في الوقت الذي منعت الميليشيا دخول الشاحنة التجارية من منفذ نهم شرقية صنعاء، ومن شأن فرض الضرائب الجديدة أن تساهم في ارتفاع الأسعار بالتزامن مع انهيار الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين. على جناحي ذبابة، من النقمة إلى الحكمة. تحت هذا العنوان كتب جمال أنعم مقالا نشره موقع المصدر أونلاين، وجاء فيه: تطن في رأسك أفكار كثيرة، مشاريع، مقالات، رؤى تستدعي التركيز. هذه ليلة تجل أكيد، تستدعي التركيز والهدوء التام. ستبدأ الكتابة، لكن ما إن تبدأ تطن ذبابة، ستتطلع إليها بنفور وارتباك متسائلا، ترى من أين انسلت هذه اللعوب اللعينة. أنت في حالة صفاء، لا تريد الاشتباك مع ذبابة طارئة، دعها تطير إذن، لا بأس، ستتعب وتخلد للنوم في أي زاوية معتمة. كان بديع الزمان لا يقتل الذباب، وفي سجنه وفر حبلاً خاصاً ليقيم عليه. كان يشعر بحضور مؤنس لتلك الرفقة، ربما ليس بسبب الوحدة والوحشة في السجن فقط. سيغريها صبرك بمزيد من الجرأة، ستحط مرات على رأسك وأنفك ممتحنة حميتك، وستبالغ في التحليق وممارسة الألاعيب. من الحمق التفلسف في مواجهة ذبابة سيئة كهذه. تبني موقف نورسي يحتاج لاختبار ذبابة عثمانية صاحبة تاريخ عريق تحكمها تقاليد إمبراطورية معتبرة. كان امتحاناً عصيباً، أنت الآن تقف مختبراً عبء القوة إزاء ما يبدو ضعيفاً يمكن شطبه. تبدو القوة عين الضعف حين تتجه صوب الأضعف سهل المنال. أنت لا تملك القدرة على إسكات وإخراس كل المنغصات التي تشرخ رأسك ليل نهار.
لا تملك أن تغير شيئاً من هذا الواقع الفاسد الذي يدهسك ببلاداته وبلاهاته دون ما اكتراث. كم نتعايش مع الإكراهات التي تغتالنا، كم نساكن القهر والفقر، وكم نواري انسحاقاتنا اليومية ونبدي مزيداً من الجبن والتضاؤل والانكماش. نؤجل المجابهة، نهرب من المواجهة والاشتباك مع القضايا الكبيرة، في حين نسارع للانغماس في الصراعات الرثة. تعلمنا الحياة أن نتعامل بعمق مع كل ما حولنا، ونحاذر النظرة العابرة السطحية التي تقف على السطح ولا تنفذ إلى الجوهر حيث المعنى العميق. في صبيحة كل خميس يحمل الفريق على ظهورهم متاع الرحلة من خيام وطعام وغيرها، يشقون الجبال الغربية للعاصمة صنعاء وعدد من المناطق السياحية والتاريخية والزراعية التي تحيطها، وأهمها شبام كوكبان والطويلة والمحويت والحيمة ومناخة وبني مطر وحراز وغيرها من المناطق والقرى والوديان. يقول موقع اندبندنت عربية: من بين أشجار اللوزيات ومزارع الخوخ والرمان والعنب تنطلق مواكبهم للوصول إلى سدود القرى ومنابع تدفق المياه والبرك التي أنشأها الأجداد في أعالي الجبال والأودية. وعلى رغم المخاطر والمساءلات الأمنية للجماعة الحوثية التي تسيطر على صنعاء، واصل الفريق نشاطه المعتاد حتى باتت هذه الرياضة الترفيهية جزءا من شغفهم نهاية كل أسبوع، فضلا عن حملهم مهمة اكتشاف مزيد من المواقع التاريخية والأثرية والسدود القديمة التي يعيدون اكتشافها وتوثيقها. بحسب قائد الفريق سعيد عبد الله الساروري الذي يقول إنه تأسس هذا النادي عام 1981 على يد مجموعة من البريطانيين والأجانب والعرب المقيمين في صنعاء ومجموعة من اليمنيين. النادي الذي أسس من الجاليات الأجنبية وموظفي السفارات والمنظمات بصنعاء وأسهم في إقامة كيان رياضي وسياحي ما زال يمارس هوايته حتى اليوم، وهو مستمر مع توالي قدوم أجيال وإقامة علاقات وصداقات واسعة مع أشخاص من جنسيات مختلفة. تعود تسمية الهاش وفق السروري إلى التجمع الذي بدأته مجموعة من الرعيان في كوالالمبور بماليزيا لإقامة رحلات سياحية وكسر الرتابة اليومية. يعتبر كابتن فريق اليمن أن هذا النوع من الرياضات الترفيهية فريد وممتع لاحتوائه على شخصيات تشكل طيف المجتمع، لا يحتاج أعضاءه إلى إمكانيات أو تدريبات رياضية مسبقة، ويعد نشاطا اجتماعيا شيقا يتعرف فيه أفراده على بعضهم بعضا. الدين واعتناق الشخص. تحت هذا العنوان كتب عمار السواد مقالا نشره موقع العربية الجديد وجاء في جزء منه. لماذا هذا كله؟ ماذا يجري بالضبط؟ لما تتضخم ظاهرة تقديس الأشخاص داخل البيئات الدينية بما يتعارض مع ما يفترض أنها ثوابت دينية أساسية؟ حقيق القول إن الأيديولوجيات عموماً أرض خصبة لتمجيد الأشخاص. ظلت الناصرية إشكالية لدى الكثيرين، إلا أنها تلاشت مع الوقت وتحول الناصريون إلى بقايا آثار. كانت الشيوعية أهم نموذج لتقديس ليس كارل ماركس فقط بل آخرين، غير أن ذلك ظل أحياناً كثيرة نسقاً ضمن النظام السياسي، بمعنى أن منظومة الحكم تقمع النقد لشخوصها. بقي ستالين مقدساً للخوف من قبضته الحديدية وزال بتفكيكها، بينما يتكرس تقديس أشخاص دينياً ويخلد. في الحالة الدينية غالباً ما يقدس الأشخاص اختيارياً. ثمة إشكالية ومفارقة في أن الأديان التي قامت على توحيد الخالق وعلى أساس إعلاء رموز محدودة مسمى خصبة لاعتناق الأشخاص. لا ينسجم الهروب من المشكلة بافتراض كونها فعلاً سياسياً مجرداً مع استحالته إلى منهجية دينية تعطي الأجيال الأخرى مزيداً من السوابق المقدسة كي يضفوا بدورهم طابع الطهرانية على رموز من معاصريهم. ما إن تخرج العلاقة مع الخالق من دائرة الفرد إلى سياق الجماعة،
تفتش عن تمثيل لها، عن قائد يكون عنوانها أو يمثلها نيابة عن الناس، عن وسيط ووسيلة. يتجاوز الوضع حدود التمسك بالقانون عبر عدم الخروج على الحاكم، كما أسست نصوص تفسيرية، بل بات اعتناقاً وتقديساً وهالة دينية للحاكم أو الفقيه أو اللاهوتي. وكلما اشتد التدين الجماعي والسياسي ازدادت معه هذه الهالة قوة، وصناعة الشخص المقدس براعة والتبرير له عنفاً. نشرت صحيفة الجارديان افتتاحية تناولت فيها قلق العلماء من ارتفاع درجة الحرارة في المحيطات وتحذيرهم من كوارث طبيعية تتسبب فيها هذه الظاهرة مستقبلا. تقول الصحيفة إن ما كان يتوقعه العلماء منذ زمن طويل يحدث الآن تماما، فأنظمة المناخ على الأرض أصبحت مضطربة ومدمرة أكثر فأكثر، وذلك بسبب كمية ثاني أكسيد الكربون والغازات الأخرى في الجو، بالإضافة إلى موجات الحر الشديدة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية وما سببته من حرائق مدمرة. انتبه العلماء خلال الأشهر الأخيرة إلى ارتفاع درجة الحرارة في عرض البحر، وهو ما جعلهم يحذرون من وقوع كوارث طبيعية غير معلومة في المستقبل. وتذكر الجارديان أن ارتفاع درجة حرارة البحار تشكل خطرا على الإنسان وعلى الحياة البحرية أيضا، فذوبان الجليد يؤدي إلى ارتفاع مستويات مياه البحار ويخفض أو يخفض من مستويات الأكسجين، فيؤدي إلى نفوق الأسماك. وهناك مؤشرات حسب الصحيفة إلى الضغط الذي يسببه ارتفاع درجة حرارة الأرض على الطبيعة، فقدرة الأرض على ضمان استقرار حجم الطاقة الداخلية والخارجية من الكوكب وصلت إلى حدودها. استمع مجلس النواب الأمريكي إلى شهادة 3 شهود حول ظواهر شاذة ومجهولة. سبق أن قالوا أنهم واجهوا خلال عملهم وتحت القسم أكدوا ما رأوه وسط انتقادات لغياب الشفافية والتكتم من قبل الحكومة الأمريكية حول الأجسام المجهولة. وقال موقع العربية الجديد إن ظواهر شاذة مجهولة أو ظواهر شاذة غير مفسرة هو مصطلح جديد لا يشمل فقط الأجسام الطائرة المجهولة في الهواء، ولكن أيضا أي مركبة أو ظواهر ترى في الفضاء أو تحت الماء لا يمكن تحديدها. ونظمت جلسة الاستماع من قبل اللجنة الفرعية لمجلس النواب للأمن القومي والحدود والشؤون الخارجية، تضمنت أفرادا سابقين في الجيش والمخابرات الأمريكية. سبق وأن قالوا أنهم اتصلوا بمركبات تتحدى الفيزياء وقدرات الطيارين المعروفة، وقالوا أنهم شاهدوا أدلة على ذكاء غير بشري. تشوق عشاق الفضاء والحياة خارج الأرض لهذا الحدث الذي طال انتظاره، تمنوا أن يعرفوا اليوم ما تعرفه الحكومة الأمريكية عن الأجسام الطائرة المجهولة. وما جعل هذا اللقاء مثيرا للاهتمام هو تلميح بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى أن هناك بالفعل معلومات عن الأجسام الطائرة المجهولة والظواهر الشاذة المجهولة قد أخفيت عن الجمهور. ومنذ ما يقارب من عام حتى اليوم أنشأت وزارة الدفاع الأمريكية مكتبا يهدف إلى جمع وتحليل جميع البيانات المتاحة للجيش الأمريكي والاستخبارات المتعلقة بالأطباق الطائرة. وفي جلسة استماع في أبريل من العام 2023 صرح مدير المكتب الجديد أنه لم يعثر على أي دليل موثوق به حتى الآن على وجود نشاط خارج كوكب الأرض أو تكنولوجيا خارج العالم أو أشياء تتحدى قوانين الفيزياء المعروفة. مجموعة من الصور المنوعة لأفضل صور الأسبوع نشرتها صحيفة الجارديان، نتابعها في هذه الجولة.
أما الآن مشاهدينا مع مجموعة من رسومات الكاريكاتير نتابعها في جولتنا الأخيرة من حلقة اليوم. إذا مشاهدينا بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أشكركم على حسن المتابعة، في أمان الله.